Yeah. مشان هيك قال لي بال document 1 shows the setup of the experiment and the document 2 shows the mass measured at the beginning and at the end of the experiment. يعني شو معناتها؟ شو كان عم يعمل هو؟ We have two tubes A and B placed under the same conditions, عنده نفس ال condition نفس الاشياء, but difference between the two tubes هو مين؟ انه في ال absence of هيدا البابايا absence or presence of papaya. اذا بتتذكروا رسمنا نحن هيدا التيوب اللي هون table sorry رسمنا table showing the condition and the results of the experiment بالصف. يعني عندي بابايا extract, only papaya extract is present in the tube A while it's absent in the tube and tube B. B okay, في عندي presence of water in both the tubes, 5 gram of beef meat, temperature is 37 degree, time هو 1 hour, والresults كان عندي يوم واحدة disappearance, وبالتيوب بي كان في عندي presence of beef meat. تتذكرون هولي؟ Yes. Okay. لهلا احكي لنا شيء جديد. طيب. منكمل. تتذكروا لهيدا التيبل؟ اللي رسمناه. لكن شو هو the difference between the two tubes هو مين بس؟ مين كان المختلف بيناتهم؟ البابايا ال absence and presence. برافو. هلا بيجي انا عم بقول لي بالسؤال هو كان كلكم معي صح؟ كلكم تذكرتوا شو كنا عاملين. بيجي انا بدي جاوب على سؤال اسمه شو؟ interpret the obtained شو؟ results. اوكي؟ Interpret the obtained results يعني في حدا ما فوتناه لحظة استاذة لهو بدنا نكتبهم على الدفتر لا لا هلا ببعث لكم اياهم انا فيا واتساب اوكي بس انتوا ركزوا معي يا اوكي عم بقول لي لكن انا رح افتح صفحة جديدة لاشتغل انا وياكم اوكي حمزه عم تفهم عبد عم تفهم نعم استاذ اوكي جريت يلا عم بقول لي بدي اعمل انتربرت اوكي يلا ركزوا معي لانه بتاخذ معنا 10 دقائق ماكسيم بس فيك تذكرنا شو يعني انتربرت اكيد اكيد يلا اكيد واضحه عندكم عم بتشوفوا الخط واضح اول شيء interpret يعني كانه عم بيقول لي اموال analysis plus significance اوكي يعني عم بيقول لي اموال analyze بالاول من الاناليسيس بدي طلع شو significance اوكي لا نجي هلا هيدا رح ابعث لكم اياه هذا الوورد دوكيمنت اللي عم بطبعه رح ابعث لكم اياه اناليسيس شو هي الاناليسيس بالصف شو علمتكم اياها اتس ا كورليشن بتوين شو كوز اند افكت يعني عملت هيك هيدي الكوز صار هيك افكت اوكي تمام اوكي يعني بدي اقول بكل تيوب شو عملت ما بدي شيء انا حافظه كله From when من السيت اب ومن الاكسبيرمنت ومن الريزلتس الموجودين. اوكي. حتى نرسم انا وياكم شوف هيك اوكي. How many tubes do we have? Two. Tube A and tube B. What is the main cause that is responsible for the different. البابايا. البابايا فوق. لكن in the tube A we have a papaya extract. Fruit. أو papaya fruit. Extract يعني اوكي. Okay. In the tube B. We don't have papaya extract. هذا it's a scratch يعني هذا أنا ما المطلوب مني أكتبه بالامتحان اوكي. Okay. هذا مطلوب مني بس أنا أحلله براسي اللي عارف أكتب الأناليسيس. هذا اللي بدي أعمله. اوكي. Okay. عبد what is the effect obtained in the tube A؟ شو هي الإفكت اللي حصلت عليها عند التيوب A؟ أساس كان We don't have a papaya
لا absence of ارجع للتيبل، ارجع للتيبل عندك بالدفتر، في عندك after one hour حصلنا على result، شو هن النتائج اللي كانوا؟ It says انه ال 5 gram of beef meat راحوا. ايه شو كتب هو اذا بتتذكره بالتيبل شو كان عم بقول؟ هذا التيبل. Disappearance. Disappearance of beef meat. عبد فهمت شو عم نعمل نحنا؟ استاذ عم نعمل cause of effect. برافو، يعني عم اقول شو يعني انا الكوز كانت عندي presence of papaya absence of papaya. كيف عرفت؟ برجع على التيبل يلي التيبل يلي التيبل of experimental conditions يلي رسمناه، هيدي هي الديفرنس، شوفها ما في غيرها ديفرنس بيناتهم. اوكي اوكي يلا شو كانت okay. الافكت ان ذا تيوب بي او ذا ريزلتس اوبتين ان ذا تيوب بي presence of presence of 5 gram of gram of beef meat. هلا بدي عدد هون على جنب، اذا شايفين حطيت انا هون روز بدي عدد شو السيم كونديشنز، بدي اقول مين ان الكونديشنز المشتركين. يلا هلا شو temperature والتايم. لحظه قديش التمبرتشر؟ 37 37 degree. شو بعد عندي مشتركين؟ التايم 1 hour. غير التايم water. Water. الووتر. شو بعد عندي حمزة؟ يا عبد اللحمة وال HCl. برافو عندي ال HCl. اوكي شو بعد كمان؟ عندنا كمان الووتر استاذ، حطينا ووتر از منشند ووتر HCl temperature 37 degree، بعد في التايم. تايم قلت لك في عندي 5 جرام اوف بيف ميت كل المشتركين. ها اوكي هلا مشان التايم ليكم معي ركزوا معي منيح، مشان التايم لانه التايم هو هون التايم، ما بعرف اذا فهمتوا علي شو قصدي. لا انا بده يكون لازم اخر شيء برافو، لانه انا يا دلال لما عملت هيدي الكوز بعد ساعه حصلت على الايفكت الموجود. وضحيت؟ مين بده عدله؟ كان اور اوكي يا فهمتوا علي ليش حطيت التايم هيك؟ فهمتوا شو قصدي؟ انا قصدي حطه هون انه after one hour we obtain this results. اوكي؟ اوكي يلا كيف بدي بلش بالاناليسيس؟ هات لنشوف مين عنده طريقه لبلش بالاناليسيس؟ ان تيوب بي ان تيوب اي. اوكي عبيد استاذ شو المطلوب اعمل انا؟ كيف المطلوب اقول؟ When we have كيف بنبلشها؟ In the presence of papaya extract. برافو او دلال فينا نقول after adding papaya extract to A. اوكي لحلونهم دقيقة دقيقة علي شو خلوني لونهم هدول خلصنا منهم لكن اكتب انا وياكم يلا after adding after adding papaya extract there was disappearance in the tube A أو to tube A tube A. اوكي شو صار هيدي الكوز مضبوط we have a disappearing of beef meat بدون there is there disappearance of beef meat. لا مثل ما هي هلا هي 5 جرام يمكن ناسي انا احطها 5 جرام اوف بيف اوكي سؤال خليني بس لون هيدي بالراد لانه هيدي اوريدي انا خلصت منها اوكي عبد ايه استاذ بدي اياك تطلع بشغله شوف لي هاي وهي اللي هن اوريدي كولرد شفتهم هون اللي لونتهم انا؟ ايه نعم استاذ اوكي هل هن مشتركين ولا عكس بعضهم بالنتيجه؟ هل الافكت هو
مختلف عن بعضه ولا هو the same effect طلع؟ لا مختلف عن بعضه. عكسه يعني واحدة disappearance واحدة presence of fibrogram. واحدة presence. فإذا مشان هيك يا عبد بس تخلص أول واحدة وتحكي عن tube A شو المطلوب تحط هون؟ Then. Why? Then. Why? Tube B. كنت أعيدوا نفس الجملة هلا على فكرة. Why? يلا. In tube B. In tube B, برافو عليكم. There was. قبل بدك تحط الكوز يا عبد. After. After adding. No, says after. Okay, after the absence of. لا مش after. In the absence. In the absence of papaya extract. Okay, تمام. There was. Bravo. Presence of beef meat. أفيكم تستعملوا الاثنين بس هي okay there is. There was. Presence of 5 grams of beef meat. 5 grams of. Of beef meat. Okay. هون في عندي شيء ناقص. استاذ ما حطينا الاور يعني after برافو. 1 hour برافو دلال لكن after 1 hour excellent لكن after adding papaya extract to tube A there is disappearance of 5 gram of beef meat after 1 hour while in tube B in the absence of papaya extract there is a presence of 5 gram of beef meat after meat. One hour. هلا في عندي بعد شغلة. هلا التيبل كله هو منشن بباراجراف صار صح؟ صح. اوكي. بقلي هول السيم كونديشنز اللي هن المشتركين. مزبوط؟ temperature يعني temperature, water, HCl, 5 gram of beef meat. هيدول يعني بالاناليسيس بدي اكتبهم. استاذ بقول on the other hand لا 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 Before starting your analysis, you have to write the same condition present in both the tubes. Okay? يعني before you write the analysis, قبل ما تبلش بالاناليسيس بتقولي both the tubes A and B. Okay? Yes. Containing water. Comma. HCl. 5 gram of beef meat. The temperature placed. Like شو بقول يا عبد placed at 37 degree. Okay. يعني آخر شيء temperature. لا هلا مش فيك تبلشيها بالأول ما في مشكلة كيف ما بدكم بلشوها المهم أنتوا تحطوا لي same conditions the first sentence عم تكتبوها. Okay. اوكي سامعيننا؟ نعم اوكي هلا ساعتها شو بكمل دلال بقول؟ After adding papaya extract to tube A, there is disappearance of 5 grams of beef meat. After 1 hour, while in tube B, absence of papaya, there is a presence of 5 grams of beef meat. After 1 hour, خلصت الاناليسيس. اوكي؟ اوكي تمام؟ مش الحال حدا عنده سؤال قبل ما كمل؟ No. There is no questions? No. And we have to continue now. Okay. Yes. Okay. Now we have finished writing what? The analysis. Okay. هل عنا significant? Excellent, Dalal. Then we have to write. This signifies that. That the papaya extract. لحظة. What is the main difference or what is the cause or the main cause between the two tubes A and B? The cause is when we have a papaya. لحظة. The cause. Again, presence or absence of papaya. Yes. هذه الكوز. هذا السبب. ها؟ اوكي لكن here we study what the role of papaya extract of papaya then this signifies that the papaya extract is responsible for you know
destroy. Or what? Disappear. دلال احنا in the class كتبنا الهايبوثيسس. نعم استاذ. Okay, the hypothesis chemical substance is or contains a chemical substance responsible for what? Breaking proteins. Bravo, for breaking down proteins in the meat. This is the significance. What's the significance? بدكم اعدلكم اياها؟ ايه ايش التريد؟ يلا انا شو كان عندي الديفرنس بيناتهم؟ presence or absence of papaya، لكن بالسيغنيفيكانس بدي احكي عن مين؟ عن مين بدي احكي؟ عن بابايا. برافو، عن الرول اوف بابايا، لانه بتيوب كانت موجوده بتيوب ما كانت موجوده، يعني بدي احكي عن البابايا، صح؟ صح. وقتها كانت موجودة عملت بريك داون للبروتين. برافو، وقت ما كانت موجودة يا عبد ما عملت شيء. ما عملت شيء. بريكينج داون للبروتين، لكن شو بتفهم منها؟ أنه البابايا إز أ بريك داون للبروتين. هي المسؤولة، برافو، إز ريسبونسبل فور بريكينج داون البروتينز إن ميت. This is the significance. أوكي؟ أوكي. هلا الأناليسيس أند ذا سيغنيفيكانس بيعملوا فيرب اسمه شو؟ analysis interpret. وضحت الصورة؟ أنا هذا حسيب لكم إياه مبدئياً، أنا خلصت. أوكي أستاذ وين حتبعت لنا إياه على الواتساب؟ هلا واتساب. واتساب ببعث لكم. أوكي برجع ببعث لكم إياه بس afternoon ببعث لكم إياها أو هلا في ببعث لكم إياها. بس بعد في شغلة بدي أقول لكم إياها، هي خلصناها. في عندي بعد هيدا دوكيمنت، هذا رح ابعث لكم اياه انا اليوم. اوكي بدي منكم بس تعملوا سولف كويشن نمبر 1. اوكي سمعتوني؟ لكن بس كويشن نمبر 1 شو عم بقول لي؟ عم بقول لي انزيمز ار نيسيسري ان ذا كيميكال دايجستشن اوف فود، يعني هي مسؤوله انه تعمل دايجستشن للفود الانزيم. A great 90 students عملوا experiment. شو عم بقول؟ He puts 5 grams of cooked starch in the two test tube A and B. 1 milliliter of distilled water in each of the tubes A and B. He adds salivary amylase, هيدا الانزيم. Okay? To tube B. هيدا الانزيم. To tube B. Then he places the two tubes A and B in a water bath at 37 degree. Degree. شو عم بقول لي بالسؤال؟ عم بقول لي schematize. بدي اعمل سكيما، بدي اعمل رسمة. The steps of this experiment by using the legends and the document below. يعني يعني كيف رسمت لنا انت التيوب؟ نحن بدنا نعمل هيك. برافو، هيدي الليجند هون دلال يا حي، هيدا التيوب. You have to symbolize the tube like a legend, like a present in the legend. Okay? Yes. يعني بترسموا تيوب مثل ما هون مرسوم. اوكي لما قال لكم هون he puts 5 grams of cooked starch, what do you have to use here? Which put. Symbol? Put. This one, right? Mm-hmm. Okay. Here he adds, not he puts, he adds 1 milliliter. He adds, but you can dash the flash. يعني مثل هيدا. Okay. يعني المطلوب أنا شو سوي؟ أعمل لهيدا النص اللي أنتم شايفينه هون، حوله لسكيم لرسمة. Okay. اوكي هلا ابعث لكم اياه افترنون معكم لمندي بظن لتحلوا. اوكي 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 انا خلصت، اذا حدا بده يسال قبل ما سكر. استاذ بليز اكتب عشنا هوليك تنكتبون. يس فور شور دلال. اوكي ثانك يو. اوكي دو يو هاف اني كويستشن؟ نو. اوكي يلا سي يو مندي ان شاء الله. يلا باي باي. اخ نسيت. نعمل ليف ونروح عند مايكروسوفت. اها اوكي.